طبعا الله يرحمه، الله يرحمه عبد الحليم حافظ الله يرحمه استاذنا حبيبي. العظيم، طبعا طبعا لما طلع هاني شاكر قالوا ان هاني شاكر هو عبد الحليم حافظ الصغير، استاذ نبيل عصمت الله يرحمه، فابو نضاره راح جاء عمل افيه وقال لك ان هاني شاكر هيغني النهارده وحاطط صفاره في بقه زماره زمارة. زماره اني بالزماره بتاعت عبد الحليم حافظ. بعد الموسيقى العربيه. لا، وعبد الحليم حافظ عامل مؤتمر صحفي، ده في ابريل، 1 ابريل هيروح عشان يطلع الزماره اللي بزور هاني شاكر قدام الناس. شارع رمسيس يوميها اتقلب، اتقفل، الافات مؤلفه راحت تشوف عبد الحليم وازاي هيخش يجيب الزماره من زوري اللي انا بقلده بيها وحاجات كده. طبعا هو كان كاتب في الصفحه بتاعته ابو نضاره ابو نضاره، كاتب خبر صغنن كده يا عمرو على الجنب: عزيزي القارئ لا تصدق كل ما يقال ابو لك اليوم، الابريل فاليوم ابريل. كذبه ابريل، محدش قرا ما طبعا حدش قرا الست خالص، قروا كل الخبر. الدنيا اتقلبت، الدنيا اتقلبت هناك عشان يشوفوا الزماره اللي انا حاططها في زوري كده. كانت قد ايه الزماره بقى لما طلعوها؟ زي بتاعت شكوكو كده. زي بتاعت شكوكو كده. بس دي كانت دعايه صح؟ طبعا طبعا فادتك؟ وعايز اقول لك فادتني جدا. طب عبد الحليم عمل ايه؟ زعل من نبيلة عصمت الله يرحمه. زعل منه جامد. بس الحقيقه انت صوتك قريب من عبد الحليم. طبعا طبعا، بس دي حاجه بتاعت ربنا من غير زماره بقى، دي من غير زماره. الاحساس يا عمرو، مش 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 الصوت، قد يكون الصوت لكن لا، اما تسمع تحس الاحساس اكتر. لان انا كمان اتربيت على اغاني عبد الحليم حافظ، يعني انا من الناس اللي الفخورين بان انا تلميذ من تلامذه عبد الحليم حافظ الفنيه. دي حقيقه، وتلميذ من مدرسه محمد الموجي الفنيه، اللي هي بتعتمد على الاحساس. يعني عبد الحليم حافظ صوت حلو لكن احساسه احلى. صحيح. انا ما شفتوش كتير. انا يعني بعد ما اكتشفني الاستاذ الموجي شفته مرتين بالظبط، مره، والمرتين كان عندي حفلات في احد الاوتيلات وجا حضرني. اول مره جالي طبعا لما عرفت انه في الصاله موجود وكده، يعني كلمت محمد حمزه وحبيبي حلمي بكر، قلت لهم انا عايز اسلم عليه قبل ما اطلع، لان يعني كان وقتها طبعا بقى انت عارف والامور خناقه قوي، اللي هاني شاكر حاربه من عبد الحليم حافظ والكلام اللي كان بيتقال في الوقت ده. وفعلا جالي ورا الكواليس قبل ما مش قادر اقول لك انا سلمت عليه ازاي وبوسته ازاي قلت له ايه. من اسعد لحظات حياتي، لانه بجد بجد والله يا عمرو، انا يعني لو كان عبد الحليم حافظ رحل عن عالمنا ده وانا حاسس انه زعلان مني، او ان انا ممكن كنت اقول الكلام ده، او ان انا ممكن ان انا اضايقه باي حاجه ممكن اقولها، انا كنت هبقى زعلان جدا طول عمري. لكن الحمد لله انه جه وفعلا سمع مني كل اللي انا عايز اقوله له، ان انا ما بقولش خالص الكلام اللي بيتقال على في الصحافه ده والله، وانا انت بالنسبه لي هرم رابع، وانا اتعلمت وحبيت الغنى من خلال صوتك. هو حس قد ايه انا بحبه، ونزل بعد كده سمع الحفله وقعد للاخر. جه سمعني بعدها بقى بحوالي شهرين ثلاثه في نفس المكان، وغنى معايا كده برضه قمر على المسرح. بقى قعدنا انا وهو كده على المسرح وراح مغني معايا كده برضه قمر. بعدها دي السفريه، سافر بعد كده السفريه اللي تعب فيها وتوفى الله يرحمه. انا عبد الحليم حافظ بالنسبه لي مثلي الاعلى، مدرستي الاولى والاخيره، شرف كبير ليا انه انا حبيت الغنى من خلال صوت فنان عظيم زي عبد الحليم حافظ. ما بتزعلش لما يقولوا ده خليفه عبد الحليم حافظ؟ اصلا مفيش حد خليفه حد، عبد الحليم حافظ ما زال موجود.